سرطان الرئة هو نوع من السرطان ببلش بالرواية لما خلايا مش طبيعية بتتكاثر بسرعة وبتشكل ورم. هو من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بلبنان. ممكن يصير معك سعلة قوية ومتواصلة، ضيقة نفس، بلغم مع دم، صعوبة بالتنفس، أوجاع بالصدر وأوجاع بالجسم، تعب وانحطاط وغيره. مهم تعرف إنه هول العوارض بتبلش بوقت مؤخر لما السرطان بيكبر وبيبلش ينتشر. مشان هيك ضروري تعمل فحوصات الكشف عن السرطان قبل ما يصير عندك أي عارض. فيك تعمل صورة للصدر اسمها لودو سيتي سكان يلي بتكشف السرطان بمراحله الأولى. استشير الطبيب إذا لازم تعمل هيدي الصورة، خاصة إذا عمرك فوق 50 سنة وبتدخن. سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان يلي ممكن تتجنبها. معظم الحالات سببهم التدخين المباشر أو الغير مباشر، second hand smoking، كرمال هيك لازم توقف تدخين.